سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل الحساب على تطبيقكم سياج. نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، ثم سوف نضغط على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى أسفل البحث عن سياج خاص بكم نضغط عليه، ثم سوف نضغط على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة، ثم سوف نقوم بالنزول إلى أسفل الضغط على مكان التخزين، ثم سوف نضغط على مسح التخزين مؤقت عفوا، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف الخاص بكم، وبعدها سوف نذهب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم، سوف يظهر لنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا التحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم السياج، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.